يطيب لنا أن نرحب بتواجدكم بيننا اليوم للاحتفال بالتحول الرقمي وإطلاق الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، وبكل مشاعر الفخر والاعتزاز بالجهود الوطنية المخلصة في المجال التقني والمعلوماتي للنشيد بجهودهم ودورهم الوطني. يسعدني إعلامكم بأن مركز المعلومات والتوجيه بأننا نملك الحق أمام الإرادة والعزيمة لامتلاك وقادته من العناصر الفكرية الوطنية في مركز طبعا احنا اليوم نحتفلوا باطلاق باقة الاولى من المرحلة الاولى في مركز المعلومات لبعض التطبيقات الخاصة بوزارة الداخلية. هذه التطبيقات هي خاصة بالبوابة الالكترونية اللي عليه سحابة المدار الحكومية. نتمنى من خلال هذه السحابة وهذه الباقة ان توصل خدمات لجميع مناطق ليبيا على المستوى الوطني، على رأسها خدمة شهادة الحالة الجنائية، شهادة الخلو من السوابق. الآن في المرحلة الأولى أطلقنا فرع جهاز مباحث جنية في المنطقة الشرقية وأيضا في المنطقة الجنوبية، وهذا يخفف العبء ويوزع الخدمات أن تكون اللامركزية وأنها تكون على المستوى الوطني. إن شاء الله بدينا بهزوز هدونية مع الفرع الرئيسي في طرابلس، وخلال الفترة الجاية إن شاء الله حتوصل لكل مركز شرطة ولكل نقطة من أقصى الشرق إلى أقصى الجنوب إلى أقصى الغرب بعون الله تعالى. وتتبع ملف القضايا بين وزارتي الداخلية والعدل، لأن هذا المشروع الآن هو في المرحلة النهائية لعملية الترسيخ، وإننا في إدارة العلاقات والتعاون في إطلاق وإنجاح هذه المرحلة آملاً من الله العلي القدير وطموحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي ويسعدني تشريفكم وتلبيتكم دعوة وزارة الداخلية لحضور هذا المحفل المتميز الذي نلتقي فيه لنشهد إطلاق حزمة من المكنات التقنية والمعلوماتية لتبحر في فضاءات إلكترونية لتحقيق غايات هدف منها تطوير مستوى أداء مكونات الوزارة، مما سينعكس على تقديم خدماتها. الجديدة تتسم بالابتكار. بالنسبة لليوم اطلقنا بعض مشاريعنا اللي هي التقنية لوزارة الداخلية. اليوم هذا نعتبروه يعني يوم تاريخي لوزارة الداخلية لدخولها لإدارة الحوكمة الرقمية أو السحابة الرقمية لحكومة الوحدة الوطنية، اللي من خلالها يمكن اطلاق بعض التطبيقات وبعض المشاريع اللي من شانها تمس المواطن وتقدم خدمات للمواطن بالدرجة الأولى، وتقدم خدمات لمكونات وزارة الداخلية والأجهزة والمصالح التابعة لها. تأتي خدماتنا هذه طبعا احنا في مسعى جاد، وزارة الداخلية في مسعى جاد لتزويد أعضاء الشرطة على كامل التراب الليبي
بأحدث الوسائل التقنية لنقوي المعلومة عندهم ونقوي مداركهم ومعرفهم من أجل الحد من الجرائم ومن أجل تطبيق إجراءاتهم وأعمالهم المنوطة بهم. سيد الوزير، بضغط الزر لإطلاق البوابة الإلكترونية وتفعيل الموقع الرسمي.